ذكر بعض المؤرخين أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه رسول الله، جاءه قوم من أتباعه وقالوا له كذبا وزورا: يا رسول الله، هذا الصبي عندنا رأسه بعضه محلول، بعضه ما فيه الشعر وبعضه فيه الشعر، امسح عليه لعل الله أن ينبت شعر رأسه كله. فمسح على رأسه، نعم، فسقط الشعر الموجود. هل شهادة بإيش؟ بالتأييد ولا بالتنديد؟ ها؟ تأييد إنه رسول ولا تكذيب؟ تكذيب. هم جايبينه علشان إذا مسح رأسه يطلع الشعر اللي ما هو اللي ما نبت، وهذا لما مسح رأسه سقط الموجود. أي نعم. وفي أيضا قصة أخرى يقولون إنه جاءه صاحب بئر وقال له: إن بئري قد نقص ماؤه. وكان قد سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوه في صلح الحديبة وقالوا: إن البئر ناقصة، فأخذ ماء فتمرمض به فمجه في البئر فصعد الماء. آية للرسول عليه الصلاة والسلام تأييد. مسيلمة الكذاب قالوا: أنا أتي. فجاء إليه فأخذ ماء فتمضمض به ومجه في البئر التي فيها ماء قليل، ولما مجه في البئر غار الماء. نعم، كرامة ولا إهانة؟ إهانة، إهانة وتكذيب. هذه شهادة وش نسويها، بالفعل ولا بالقول؟ شهد الله بأنه كاذب. لماذا؟ بالفعل، يعني أن الله قدر شيئا يدل على كذبه.